الاقتصادية الآن، حيث تعتزم الجزائر زيادة إنتاجها من الإسمنت لتغطية العجز في السوق الوطنية وكذلك التصدير في آفاق سنة 2018 من خلال إنجاز مصانع جديدة وزيادة مردودية المصانع القديمة. هاشمي خيراني وتفاصيل. مصانع جديدة وتوسعة مصانع قديمة للرفع من مردوديتها هي استراتيجية الحكومة للقضاء على مشكل استيراد حوالي 5 ملايين طن من الإسمنت سنويا والاتجاه نحو تصدير الفائض في حدود سنة 2018. بالنسبة للمواد البناء نستعمل تاع الجزائر كله هو من تونس الجزائر والحمد لله رانا لاحظنا قبل بالنسبة للإسمنت اون فا كومونسي اكسبورتي. Nous qui sommes jusqu'au jour d'aujourd'hui importateurs, on va commencer à exporter. استراتيجية جعلت خريطة إنتاج الإسمنت تتوسع عبر ربوع الوطن بهدف رفع الإنتاج من 18 مليون طن إلى أكثر من 30 مليون طن في آفاق سنة 2018، مع العلم أن احتياجات السوق الوطنية حوالي 24 مليون طن. في القطاع العمومي الطاقة الإنتاجية تقدر ب 11.5 مليون طن سنويا لترتفع إلى 20 مليون طن سنويا بحلول 2018. في القطاع الخاص يقدر الإنتاج لمجمع لافارج الجزائر ب 8.7 مليون طن سنويا. الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي يقدر الإنتاج ب 1 مليون طن سنويا قابل للزيادة. الشراكة بين الخواص يقدر الإنتاج ب 2.7 مليون طن سنويا من المنتظر زيادتها. هذه الاستثمارات من شأنها خفض أسعار الإسمنت وبناء قاعدة إنتاجية تكفي الحاجيات الوطنية وتفتح أبواب التصدير مستقبلاً، فهل ستكسب الجزائر الرهان؟